بسم الله الرحمن الرحيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. مكملين مع حضراتكم خاطرة الفجر اللي بناخد فيها نيتين كل يوم، نية قيام الليل، إذ أننا نحيي الليل الآن في طلب العلم، وطلب العلم فريضة على كل مسلم، ثم نية حضور مجلس العلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله: أنا جليس من ذكرني. بنجتمع كل يوم في الفجر عشان أنقل لحضراتكم معنى جديد قريته النهاردة. أنا النهاردة كنت ماسك الحقيقة كتب دكتور محمد طه، وعنده كتابين يعني في منتهى المتعة، كتاب الخروج عن النص وكتاب علاقات خطرة. دكتور محمد طه راجل عالم من علماء النفس، يعني لم ألتقي به لكن الحقيقة قرأت له كتبه الممتعة، أو قرأت فيها لسه ما خلصتهاش. والحقيقة أن الكتابين دول فيهم معنى أنا لمستهم للكتابين، بل الدكتور ذاكرهم بشكل واضح جدا. المعنى ده بيقول أن الإنسان ممكن يعدي في حياته بعلاقات كتيرة سلبية. حتى هو الدكتور محمد طه هنا ذكر أنواع من العلاقات السلبية، قال لك العلاقة مع شخص نرجسي، العلاقة مع شخص اعتمادي، العلاقة مع حد موسوس، العلاقة اللي ما تتسماش، علاقة الضحية، العلاقة اللي انت دايما تبقى فيها متهم، العلاقة مع مدمن، العلاقة مع شخص بيمثل، العلاقة اللي انت بتبقى فيها كبش فدا، علاقة البلع، حد يستحوذ عليك. علاقات كتيرة اعتقد وصلت لحوالي 29 نوع من العلاقات السلبية. بيمر الانسان بالعلاقات السلبية دي في حياته، بتسيب جراح في قلبه، بيطلع من علاقة فاقد الثقة في نفسه، وعلاقة تانية فاقد الثقة في المجتمع، وعلاقة تانية فاقد الثقة في الحب، علاقة تالتة فقد الثقة في التقدير. وبيعدي الإنسان بالعلاقات السلبية دي، وبتتكون شخصية بيغلب عليها الخوف أو القلق من الدخول في علاقات، مش لازم تبقى علاقة حب بس، ممكن علاقة صداقة، علاقة زمالة. بيقولوا في رحلة حياتك أنت محتاج علاقة واحدة سوية، سماها الدكتور محمد هنا العلاقة الحقيقية، وفي كتاب الخروج عن النص سماها العلاقة الشافية. انت محتاج علاقة واحدة بس، العلاقة دي قادرة على شفاء كل الجروح اللي سببتها لك العلاقات السابقة. الحقيقة المعنى ده في منتهى العمق، وانا شفت المعنى ده في تجربة شخصية ليا في الحياة. لا ادعي ان انا مريت بعلاقات فيها جراح ولا حاجة، لكن كل انسان بيعدي بعلاقات فيها سلبي وايجابي، لغاية ما تشوف شخص في الحياة يشفيك ربنا بيه من كل العيوب اللي سابتها لك العلاقات القديمة. أنا ليا تجربة شخصية في الموضوع ده مع شيخي، إن هو بالقرب منه وبالتعامل معاه أنا شفت في نفسي شفاء من حاجات كتيرة قوي، وشفت في حياتي علاقات حب، واحد يحب بنت سوية فتشفيه من كل الأمراض النفسية بسبب كرمها وعطائها ولطفها واستماعها، علاقة حلال مع شريك للحياة تخلي الإنسان يعيش الجنة في الأرض. شفت أب بيحاول وأم بيحاول يمارسوا هذه العلاقة السوية مع الولاد علشان يشفوهم من كل خبطات الحياة، بالصحبة اللي مش كويسة، والبولينج، الغلاسة اللي بتحصل في المدارس، والمشاكل اللي بيقابلوها في الرياضة، والمشاكل اللي بيقابلوها مع الشلالية اللي ممكن تبقى في حياتهم. شفت أب وأم عندهم هذه السوية والعلاقة الحقيقية اللي ما تقعد معاهم تحس انك انت رحت للدكتور خدت دواء. بيقول الدكتور هنا، اسمحولي محتاج عايز اقرا لكم الحتة دي، بيقول: ايوة ممكن علاقة واحدة تصلح كل عالمك الداخلي، علاقة واحدة بس، علاقة حقيقية مع واحد صاحبك يوصل لك منه فيها حب غير مشروط، يعني انا بحبك لذاتك مش عايز حاجة منك، ولا انك طائع ولا انك عاصي، انا بحبك انت زي ما انت بحلاوتك ووحشتك. على فكرة اللي بيحبنا حب غير مشروط هو ربنا.
يحبك حب غير مشروط، قبول واحترام وسماح وتفهم واستيعاب، ممكن تغير عالمك الداخلي. علاقة حقيقية مع أستاذك، وأنا التجربة دي شفتها في حياتي، يوصل لك منها فيها تقدير وقرب واهتمام، ممكن تعيد تركيبك النفسي تماما. علاقة حقيقية مع حبيبة أو حبيب تكون مليانة بالصدق والإخلاص والمودة والرحمة والدفى والاحتواء والبراح، كفيلة بأنها تخليك تتصالح مع كائناتك الداخلية المرعبة وتشوفهم في حجمهم الطبيعي البسيط، ويمكن تكتشف غلبهم وضعفهم واحتياجهم. علاقة إنسانية طيبة يصلك من خلالها حب حقيقي بكل مسمياته ومحتوياته ومكوناته، غير مشروط، تستطيع أن تحول جحيمك الداخلي إلى جنة عدن. وهي دي فكرة العلاج النفسي. طبعا بنقل كلام الدكتور، أنا مش متخصص في العلاج النفسي فبنقل كلام الدكتور. العلاج النفسي هو محاولة مستحدثة عمرها بضعة عشرات من السنين لمضاهاة ما تفعله العلاقات الإنسانية الطيبة. أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة، أنا أشهد وأبصم على إن أنا شفت في حياتي ناس كان عندها مشاكل كتير في الحياة، وبعلاقة سوية جميلة فيها حضور، وأنا قاعد كده أنا ملكك، اتكلم وأنا حاسس بيك، أنا باصص في عينيك، أنا سامعك، أنا مش مشغول بشوية أجهزة حواليا بديلك بيها رسالة إنك مش مهم، مش قادر تخليني أسيب موبايلي، بالعكس أنا سبت كل حاجة وأنا معاك. علاقة فيها تقبل لخطأ الإنسان اللي قدامي زي ما بتقبل صوابه، لأني شايف بشريته الخطاء والمصيبة. علاقة فيها تضحية، وأن يكون مرادي هو مرادك، وإن أنا أرجع خطوة لورا عن حاجات أنا بحبها احتراما لأشياء أنت بتحبها، لأنك راجع خطوة لورا في حاجات عشان نعرف نتكامل مع بعض. العلاقة دي ما بين أستاذ وتلميذه، ما بين اتنين متجوزين، ما بين أصحاب، ما بين أب وعياله، أم وعيالها. لما بسمع الكلام ده الحقيقة وبقرأ الكلام ده للدكتور، مش عايز أعيش دور الضحية وأقول آه أنا مستني العلاقة دي، بالعكس. الفكرة اللي جت في بالي واللي عايز أنقلها لحضراتكم، إن أنا تمنيت أكون أنا الشافي الذي إذا تعاملت معي تكون علاقتي بيك جميلة، فربنا الشافي سبحانه وتعالى بسببي يشفي أي حاجة جواك من متاعب الحياة وجراح الحياة. بفكر في نفسي أنا مع أبويا وأمي، هو أنا الدقايق اللي بشوفهم فيها في الأسبوع في زيارة الجمعة ولا السبت بشبعهم مني؟ ولما أمي تفضفض معايا وأبويا يحكي لي ببقى فعلا بشفي تعبهم طول الأسبوع؟ فكر في عيالي جدا، فكر في مراتي جدا. أنت عارف الناس المقربين اللي ليهم فيك عشم، وصدق من قال الإيمان أمان والمؤمن أمان. افتكرت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان اللي يقعد معاه يطلع فعلا مشفي، اللي يقعد معاه يروح يقول يا قومي أسلموا جئتكم من عندي خير الناس. العرب كانت تقول كده، يقعد مع سيدنا النبي يقول للناس يا جماعة خشوا في دينه، أنا ما شفتش حد زيه. علاقة شافية. وأنا بسمع الكلام ده وبقراه للدكتور محمد طه، اتمنيت إن أنا اللي يعدي في رحلة حياتي بيا ما يتحكش في الشارب إيدجز بتاعتي. كل واحد فينا عنده حواف حادة تعور، يا رب حوافي الحادة أعرف أعملها كنترول، غضبي، عدم التزامي، نظرتي لما في أيدي الآخرين، العورات الأخلاقية اللي بتطلع من الإنسان، يا رب سكنها وخلي اللي يتعامل معايا يشعر إنه قاعد مع إنسان. والحقيقة إن ده اللي حصل في حياة الأنبياء، كان تأثيرهم الحقيقي في أقوامهم من انبهار الناس بلطفهم وإنسانيتهم، وده اللي نشر الإسلام في كل حتة في الدنيا الحقيقة. أنا النهاردة الخاطرة بتاعتي يا رب أكون ويكون كل واحد فيا شفاء، شفاء لمن حوله. وعايز أقول لحضراتكم حاجة، الأجانب يقولك everyone has his own battle، كل إنسان عنده معركته الشخصية الداخلية. الناس مش ناقصة، مش ناقصة إن حد فينا يبقى هم عليهم وعبء عليهم. فعلا دعاء الصالحين اللهم لا تجعلني عبئا على أحد ولا هما على أحد، دعوة ناس مخلصة. كل واحد عنده همه في طلب الرزق، همه في إصلاح نفسه، فلما نحتك ببعض يريد يبقى احتكاك الصالحين اللي قال فيهم صلى الله عليه وسلم الذين يألفون ويؤلفون.
بتمنى قدامكم واحنا في ليلة مباركة من ليالي رمضان ان ربنا سبحانه وتعالى اللهم استر عوراتنا. على فكرة العورات ليست عورات الجسد فقط، العورات كل ما تحب ان يستر. اللهم استر عوراتنا احنا بنتعامل مع الناس، استر كذبي واستر تمثيلي وتكلفي واستر عصبيتي واستر حسدي استر عوراتي وانا بتعامل مع الناس، حتى لا اكون سببا في جرح انسان ولا اكون سببا في جرح المقربين. ولا انسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان من اشد الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. ابعد عنه ده قليل الادب، ابعد عنه ده شديد، لو طلع فيك طلعة مش عارف هيمسح بيك الارض، عارف انت احنا الكلام بتاعنا ده. فيا رب اكون انا على رأي الدكتور محمد طه، يا رب اكون انا العلاقة الشافية اللي لما حد يتعامل معايا أساعده على تحمل الحياة يا رب. وقت يجري مع بعض أقدر أرد على شوية أسئلة. عندي سؤال للناس اللي سايبينها في حالها، بتصر إنها تورينا حاجات الرسالة من وراها إن حياتها مظبوطة مية مية وإنها في تطور. أعمل إيه في مواقف زي دي؟ كأن أنا عشان حلقة الحسد النهاردة في حائر. يعني في ناس انت سايبهم في حالهم بس هم عمالين يتظاهروا قدامك بالنعم. السوشيال ميديا عملت امراض نفسيه جديده، كنت قرات بحث جديد عن ما حصل في عالم الناس بسبب السوشيال ميديا، بسبب طلوع كتير مننا هو بيشرب فين ايه وبيتعشى فين وعامل تشيك بوينت في مطار ايه وجايب جزمه عامله ازاي والحاجات دي. مش كل الناس حياتها الماليه ماشيه مستقره، فلما بتشوف الكلام ده ساعات في ناس ممكن تتكسر غصب عنها، لدرجة ان بعض الامراض، مش الامراض، بعض القلق اللي طلع سموه fear of missing fun، اعتقد اسمه فومو او حاجة زي كده بيختصروه، من كتر الصور اللي بشوفها على الانستجرام وعلى الفيسبوك او ايا كان. يعني ايه ده، هو انا في حاجة الناس ضايقاها انا ممكن ما ادوقهاش؟ فيشعر الانسان بكبت ان في حاجات حلوة جدا الناس ضايقاها وانا مش عارف ادوقها، فيبقى عنده خوف من فقدان المتعة. فتعمل ايه؟ بصوا يا جماعة، الرضا بالموجود بعد بذل المجهود. مش هعرف اصور نفسي في نفس البيت ولا بنفس اللبس ولا مع نفس الشلة ولا في نفس المطعم، بس هذه ارزاق الله الموزعة. واللي متصور ده عنده تحديات في حياته هو مش مطلعها على الفيسبوك، مش مطلعها على السوشيال ميديا. عادة الناس مش بتصور المآسي بتاعتها، بتصور الأفراح عادة. يعني أبقى عايز الناس، يعني بيبقى فخور الناس تشوفها. فاعمل حسابك إن اللي بيطلع الصور دي برضو عنده everyone has his own battle، كل واحد عنده معركته الداخلية وتحدياته لجوه بيته جوه نفسيته. فيمكن أنت شايف الكريمة بس، فادعي بالبركة للي تشوفه كده، وادعي لنفسك بالبركة وربنا ياخد بإيدينا جميعا. هل صلاة التراويح غير صلاة قيام الليل؟ أي ركعات بعد العشاء، اي ركعتين ركعتين يعني باستثناء الوتر اللي بيتصلى واحد او ثلاث ركعات، اي ركعات بعد العشاء تسمى قيام الليل، واللي ينام ويصحى لها تسمى تهجد، التهجد اللي بتنام وتصحى له، وكلهم اسمهم من احياء الليل. فالتراويح هي قيام الليل. بصلي وبصوم وبذكر ربنا وبتصدق لكن مش بقدر التزم بقراءه القران، شيل على قدك. لا، اي حد يعرف يلتزم بقراءه القران، بس الكم هو الموضوع. على قد ما تقدر حاول انك انت تقرا قران على قد ما تقدر، ثبت مثلا صفحتين في اليوم، ثبت 4 صفحات في اليوم حسب قدرتك، جرب نفسك. في ناس عارفه تثبت جزء في اليوم، في ناس بتقرا نصف جزء في اليوم حزب، في ناس بتقرا ربع في اليوم والجزء فيه 8 ارباع، فحسب ما تقدر ثبت كده وشوف قدرتك وتقدر ان شاء الله تقرا قران. واليوم اللي تتزنق فيه جدا 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 اسمع اللي المفروض تقراه، اسمعه في ايا كان بقى وسيله السماع. لو حد عاهد ربنا انه مش هيعمل ذنب معين في رمضان لكن للاسف نفسه غلبته وقع في الذنب ده وبيبكي ومكسوف من ربنا ومش قادر يرفع ايديه ولا وشه للسماء بالدعوه اللي يتمناها بعد الذنب اللي عمله، هل ممكن ربنا يسامحه ويغفر له؟ ما انت فيه من الندم علامه رضا وباذن الله علامه عفو ربنا. قال صلى الله عليه واله وسلم: التوبه الندم او الندم توبه. كون انك انت متألم ده معناها انك انت بتعظم الملك، لانك تألمت مما اسعدك لكنه اغضب الملك، لان الذنوب فيها شهوة، فالطبيعي انك انت تذنب وتقول يا جماعة تعالوا دوقوا الذنب ده، لكنك انت اذنبت ومتضايق. هذا دليل على ان حب ربنا في قلبك احب من حبك لنفسك وشهوتك.
فان شاء الله يكون هذا الشعور اللي جواك. طب تعمل ايه؟ عايزك ترجع للحلقه بتاعه الذنب المسيطر، وقلت لك فيها شويه خطوات تحاول تتخلص فيها من الذنب لغايه ما ربنا ينجينا سبحانه وتعالى، ربنا يتقبل. حد بيسالني بيقول لي انت قلت في حلقه الخشوع بعض الخطوات زي الوضوء والذكر اللي بتساعدنا على الخشوع، وتنتزع الصلاه من الاوتو بايلوت. اللي مش عارف الموضوع ده، احنا كنا اتكلمنا في حلقه الصلاه الخشوع في الصلاه، ان الافعال الاعتياديه بتترمي كده في اللاوعي ويبدا الانسان يعملها من غير ما يركز، فاحنا عايزين نطلعها من اللاوعي للوعي. فبنتوضى وبنردد ورا الاذان. فبيقول صديقنا او صاحبه السؤال، طب ما انا لما اعمل الحاجات دي هتبقى بعد كده في الاعتياد، وبرضه تبقى بعد كده في اللاوعي، والواحد يتوضى ومش مركز ويردد الاذان وهو مش مركز. دي الوصايا النبويه، اعملها وانتظر المدد من ربنا. وانا بثق لما ربنا يوصينا بحاجه وسيدنا النبي يوصينا بحاجه تبقى متناسبه مع شخصيتنا. فامشي على الوصايا النبويه بانك تتوضى قبل الصلاه، وانك انت تردد ورا الاذان، وانك انت تحاول انك انت تفرغ قلبك من الشواغل لو جعان او عايز تخش الحمام، ده اللي في الاستطاعه، ثم ينزل الخشوع كرزق من الله سبحانه وتعالى. متى تكون صلاة الضحى وكيف تصلى؟ صلاة الضحى هي صلاة بتتصلى من بعد شروق الشمس بتلت ساعة لغاية قبل الظهر بنص ساعة. بتتصلى ازاي؟ ركعتين او ركعتين ركعتين، من 2 ل 8 زي القيام كده، ركعتين بس او ركع او 4 ركعات، ركعتين ركعتين او 6، 2 2 2 وهكذا لغاية 8. وصلاة الضحى هي صلاة الشاكرين، اللي الانسان لما بيصليها بيشكر ربنا على نعمة الصحة في اليوم ده. اتمنى اكون النهارده يعني التقيت معاكم في خاطره الفجر، كانت بعنوان العلاقه الشافيه، ويا رب احنا نكون شفاء لمن حولنا من متاعب الحياه، وهكذا كان المؤمنون. وصلي اللهم وسلم وبارك على راحم المساكين. اشوفكم بكره في خاطره الفجر، ما تنسوش تتابعوا حائر على اون اي، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. الله.